السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل موضوع جديد جوه اللابت ميتابوليز. إيكوزانايتس. إيكوزانايتس من الحاجات الأندر جرادويت ما بيحبوهاش خالص، مع إن هي من حاجات مهمة جدا وسهلة مش صعبة. أنا هشرحها دلوقتي على الأندر جرادويت ليفل مع شوية تريكات كده صغيرة، بس لو حضرتك هتحتاج فيها ديتيلز أكتر أو عايزها على البوست جرادويت ليفل، استاذن حضرتك تسيب ده في الكومنتس وانا هجاوب لحضرتك ان شاء الله، او ايفن اعمل له فيديو لوحده. نبدا. كلمه ايكوزا كلمه لاتيني معناها 20، يعني ايكوزا نايتس هي مشتقات من فاتي اسيد كونتيننج 20 كاربونز. فايكوزا نايتس هي مشتقات الفاتي اسيد ال 20 كربون. الفاتي اسيد ال 20 كربون ده هو الاراشيدونيك اسيد. في ناس بتقول عليه اراكيدونيك وفي ناس بتقول عليه اراشيدونيك، ومش هي دي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. خلينا نقول عليه اراشيدونيك اسيد. اجيب الاراشيدونيك اسيد ده منين علشان اجيب منه الايكوزانايت؟ اجيبه يا اما هاخده من الدايت، واخد في الدايت اراشيدونيك اسيد بس، حلو خلاص هبدا. طب لا، ده انا واخد في الدايت واحد من الاثنين بولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هو اللينولايك اسيد، كويس هشتغل عليه في جسمي، هعمل له ايلونجيشن، هطوله شويه لان هو ما بيبقاش 20 كربونه، وبعمل له انساتوريشن لان هو ما بيبقاش في عدد الدبل بونز اللي موجوده في الاراشيدونيك. الاراشيدونيك اسيد ده بيبقى 20 كربونه في 4 دبل بونز، فانا هزود عدد الكربونات وهزود عدد الدبل بونز في جسمي على اللينولايك اسيد عشان احوله الى اراشيدونيك اسيد. دي طريقه. يبقى يا اما انا واخده في الدايت از اتس، يا اما انا واخد في الدايت البولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هم الاسينشال فاتي اسيد وهحولهم الى الاراشيدونيك اسيد. يا اما انا ما خدتوش في الدايت، ولا خدت في الدايت الاسينشال فاتي اسيد ولا خدته از اتس في الدايت، خلاص ما جيبوش. لا، ده هم دول مهمين جدا الايكوزانايتس اللي هم يجوا الجسم، دول ميدياتورز مهمه في الجسم، وبالتالي هجيبها من الفوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز بقى موجوده في كل حته زي ما اتفقنا، الفوسفوليبيدز دي مهمه قوي، فهجيبه من الفوسفوليبيدز. بوزيشن 2 في الفوسفوليبيد هو غالبا زي ما اتفقنا هو اللي فيه بولي انساتوريتد فاتي اسيد. ومين الانزيم اللي بيكسر بوزيشن 2 في الفوسفوليبيد؟ فوسفولايبيز A2. حلو، يبقى دي كل السورسز اللي انا ممكن احصل منها على الاراشيدونيك اسيد. ممكن اجيبه منين؟ ممكن اخده من الدايت از اتس، او ممكن اشتغل على البولي انساتوريتد فاتي اسيدز اللي انا واخدها في الدايت واعمل لها ايونجيشن وانساتوريشن عشان اجيب منها الاراشيدونيك اسيد، او لو انا ما خدتش في الدايت ولا هو ولا اي من البولي انساتوريتد فاتي اسيدز، في الحاله دي هجيبه من بوزيشن 2 في اي فوسفوليبيد في جسمي عن طريق انزيم اسمه فوسفولايبيز A2. تمام، جبت الاراشيدونيك اسيد بقى، هات منه مين؟ الايكوزانايت. ايه هم الايكوزانايت؟ الايكوزانايت اثنين جروبس اوف بول، بروستانويتس اند ليكوتروينز. الاسامي دي، ده الاسامي دي نسبه لحاجات معينه. اللي خلينا نبدا بالاسهل، ليكوتروينز، لان احنا اول ما استخرجنا الليكوتروينز استخرجناها من الليكوسايتس او الوايت بلاد سيلز، فاتنسب اسمها ليه؟ علشان اول ما اكتشفنا الليكوتروينز اكتشفناها جوه الليكوسايتك سيلز، وبالتالي سميناها على اسمها، فبالتالي اسمها ليكوتروينز نسبه الى الليكوسايت. حلو، ايه بقى بروستانويتس دي او البروستاجلاندز؟ هي في بروستانويتس، في منها بروستاجلاندز. البروستانويتس نسبه الى بروستانويك اسيد، عشان ده كيميكالي لما ببص عليه كيميكال ستراكشر لقيناه شبه البروستانويك اسيد، فكنا فاكرين ان هي مشتقات من البروستانويك اسيد. طلعنا غلطانين كبتوع كيمياء، مش انا يعني، بتوع الكيمياء لما شافوه لقوه شبه البروستانويك اسيد، فافتكروا ان البروستانويتس دي في جسمي بتيجي من البروستانويك اسيد. ما طلعش الكلام ده صح، وطلعت البروستانويتس بتيجي من الاراشيدونيك اسيد، بس احتفظت باسم بنفس الاسم بتاعها اللي هو بروستانويتس. يبقى تاني، مين هم الايكوزانويتس؟ الايكوزانويتس ار دريفيتيفز اوف ذا 20 كاربون اراشيدونيك اسيد. They are two groups, either leukotrienes or prostanoids. Leukotrienes, they are called so because they are related to leukocytes or leukocytic cells because they were first discovered or isolated from the leukocytic cells. لكن التانية اللي هي البروستانويتس، فدي بتبقى related in structure to prostanoic acid and its chemical structure related to the prostanoic acid. بس هي مش derived من البروستانويك acid، هي derived من الارشيدونيك acid، هي بس شكلها شبه البروستانويك acid. البروستانويتس دي نفسها بقى باجي اقسمها تاني الى بروستاجلاندنز اند ثرومبوكسانز. يبقى تاني، الايكوزانويتس دي زي ما اتفقنا هي يا اما ليكوتروينز يا اما بروستانويتس، والبروستانويتس يا اما تبقى بروستاجلاندنز يا اما ثرومبوكسانز.
يبقى الالكوزانايدز هي derivatives of ال 20 carbon arachidonic acid. هم مين؟ ليكوتروينز سميناها كده زي ما اتفقنا نسبة الى ليكوسايد. والبروستانويدز سواء كانت البروستاجلاندنز او ثرومبوكسانز شكلها شبه البروستانويك اسيد. اما الثرومبوكسانز فشمناها كده لان هي درايفد من لانها بتتفرز من البلايتلتس والفاذر اوف بلايتلتس هي ثرومبوسايتس فبالتالي سميناها من اسمها من الخلية اللي بتفرزها هي جاية من البلايتلتس والبلايتلتس دي جاية من خلية اصلا اسمها ثرومبوسايتس فاحنا سميناها ثرومبوكسانز نسبة الى ثرومبوسايتس. يبقى ايكوزانويدز are derivatives of the 20 carbon arachidonic acid. هجيب الارشيدونيك اسيد منين؟ يا واخده في الدايت از ات از يا جايبه من البولي انساتوريتد فاتي اسيدز اللي واخدها في الدايت بعد ما بعمل لها ماركت او زياده الونجيشن ازود عدد الكربونات واعمل لها انساتوريشن اضيف دبل بوند او ان انا لو ما خدتش حاجه في الدايت اعرف اجيب منها ارشيدونيك اسيد هجيبها من بوزيشن 2 في الفوسفوليبيد بالفوسفولايبيز اي 2. تمام. مين هم البروست الايكوزانويدز؟ الايكوزانويدز تو جروبس يا اما ليكوتروينز يا اما بروستانويدز. والبروستانويدز دول حاجتين يا اما بروستاجلاندنز يا اما ثرومبوكسانز واتفقنا كل التسميات دي جايه منين. ننقل بقى على النقطه المهمه هصنعهم ازاي من الارشيدونيك اسيد. هصنعهم ازاي من الارشيدونيك اسيد؟ يا اما هشتغل عليهم بانزيم من اتنين يا اما انزيم اسمه لوكس. لوكس ده مش صابون ماشي يا اما انزيم اسمه كوكس. انزيم اسمه لوكس. اللوكس ده هو اللايبو اوكسجينيز. يعني ايه لايبو اوكسجينيز؟ يعني بيعمل اوكسجينيشن بيضيف اكسجين على الليبيد وبيقفل رينج في الاول. انا مش هتكلم عن الكيميكال ستراكشر بتاعهم بس لو ده يهم حضرتك هستاذن حضرتك تسيب ده في الكومنتس وانا هشرحهم بالتفصيل بالكيميكال ستراكشر. وبالتالي لو انا اشتغلت عليها باللوكس او باللايبو اوكسجينيز هتديني الليكوتروينز. يبقى انا لو اشتغلت على الارشيدونيك اسيد باللوكس هيديني الليكوتروينز. تمام. لكن لو اشتغلت عليه بالكوكس اللي هو السايكلو اوكسجينيز ده بيعمل له سايكليك اوكسجينيشن هيديني البروستانويد. اول بروستانويد بيتكون هو البروستاجلاندين H2 وبعد كده البروستاجلاندين H2 ده هو اللي بجيب منه بقيه البروستاجلاندينز وبجيب منه برضه ثرومبوكسان A2. يبقى تاني انا ازاي بصنع الايكوزانويدز من الارشيدونيك اسيد؟ عندي حاجه من يشتغل عليه باللوكس انزيم واللوكس ده اختصار لايبو اوكسجينيز وده بيديني الليكوتروينز. يا اما اشتغل عليه بالكوكس وكوكس ده اختصار سايكلو اوكسجينيز وده بيديني حاجه من اثنين. سوري بيديني الاول بروستاجلاندين اتش 2. البروستاجلاندين اتش 2 ده هو اللي بيتفرع على الاذر تايبس اوف بروستاجلاندينز هم بروستاجلاندين اي 2 بروستاجلاندين اي 2 بروستاجلاندين اف 2 كل دول هيجوا من البروستاجلاندين اتش 2 الاول او اجيب منه ثرومبوكسان اي 2. ايه بقى A و B و C وانتي حاجات اللي انتي عماله تقوليها دي والارقام اللي انتي بتحطيها. اوكي سواء كانت الليكوتروينز انا عندي برضو ليكوتروينز A و B و C و D والحاجات دي وبحط برضو 4 مثلا بحط 2 ايه الارقام وايه الحروف؟ الحروف دي سب كلاسز. يعني انا عندي بروستاجلاندين اي دي لي شكل لما بغير في الشكل ده شويه يبقى ده بيديني مثلا كلاس اي كلاس جي كلاس اف كلاس اي يبقى ده سب كلاسز من الشكل الاساسي. الارقام دي بقى عدد الدبل بوندز. يعني لما اقول لك بروستاجلاندين اي 2 يبقى ده فيه 2 دبل بوند، لما اقول لك بروستاجلاندين اف 2 يبقى ده فيه 2 دبل بوند، ثرومبوكسان اي 2 يبقى فيه 2 دبل بوند. ليكوتروين دي 4 يبقى ده فيه 4 دبل بوند، ليكوتروين اي 4 وهكذا. يبقى الارقام دي عدد الدبل بوندز والاحرف اللترز اللي بعديها دي سب كلاسز من كل نوع. برضو انا مش هشرحهم بالفورمولا بس لو ده يهم حضرتك استاذن حضرتك تسيب ده في الكومنت واقولهم. تمام. يبقى تاني احنا جبنا الارشيدونيك اسيد يا اما واخده از اتس في الدايت يا اما واخده من البولي انساتوريتد فاتي اسيدز عملت لها انساتوريشن والالونجيشن يا اما جبت من بوزيشن 2 في الفوسفوليبيد بالفوسفولايبيز اي 2. بعد كده هشتغل على الارشيدونيك اسيد ده بواحد من اثنين يا اما اللوكس اللي هو اللايبو اوكسجينيز عشان يديني كل الليكوتروينز يا اما الكوكس اللي هو سايكلو اوكسجينيز اللي هيديني في الاول بروستاجلاندين اتش 2 اللي بجيب منه بعد كده الاذر تايبس اوف بروستاجلاندينز والثرومبوكسان اي 2. هنتكلم هنا بقى في نقطة مهمة قوي. الكوكس ده فيه منه نوعين، في كوكس 1 وفي كوكس 2 وده يهمنا قوي كفيزيشنز بقى. كوكس 1 وكوكس 2 حضراتكم هتسمعوا عن الكلام ده كلام كتير. سايكل اوكسجينيز تايب 1 ده موجود في معظم التيشوز بتاعتنا انكلودينج اللايننج بتاع الاستومك انكلودينج الكيدني انكلودينج البلايتلتس. يعني جسمي كله لو هيبقى فيه نوع من انواع الانزيمز اللي هتحول الارشيدونيك اسيد لبروستاجلاندين هيبقى فيه الكوكس 1 او سايكل اوكسجينيز تايب 1. اما الكوكس 2 فده اكتر في الخلايا المسؤوله عن الانفلاميشن. لما حضرتك تاخد الباثولوجي هتعرف ان الانفلاميشن عباره عن
red hot swelling اي inflamed tissue اي تيشو ملتهب هيبقى red احمر hot سخن وفي swelling منتفخ. ده الرياكشنز اللي بتحصل في الانفلاماتوري رياكشن المفروض حضرتك هتاخدوه بالتفصيل في الباساج. لكن انا اللي انا عايزه اتكلم فيه ان الانفلاميشن بيبقى accumulation of fluid part و cellular part. بيبقى الحته اللي بتبقى inflamed دي بيتجمع فيها cells اكتر اللي هي defense cells او immune cells وفلويد اكتر بلازما اكتر علشان يبقى انا عندي برضه في الفلويد ده الفاكتورز والاميونوجلوبولينز اللي ممكن تحارب. انا مش عارف الانفلاميشن ده ايه الباثوجين اللي عامله او ايه السبب اللي عامله الفورن عن البودي اللي انا المفروض احاربه، فبحط كل خطوط الدفاع بتاعتي في الحته بتاعه الانفلاميشن دي سواء كان فيها فلويد او فيها خلايا. يبقى انا لو انا عندي انفلاميشن الانفلاميشن ده هيبقى فيه فلويد بارت وهيبقى فيه سيلولار بارت. يبقى انا في حاجه هتزود لي الفلويد اللي هو غالبا هيبقى ارتشاح من البلازما او فلتريشن من البلازما وسيلز اللي هي الاميون سيلز اللي هي الماكروفاج والحاجات دي. اللي هيجمع لحضرتك الفلويد في السايت بتاع الانفلاميشن غالبا هيبقى بروستاجلاند، واللي هيجمع لحضرتك الخلايا في الحته بتاعه الانفلاميشن غالبا هيبقى ليكوتراين. يبقى الجزئين التو سايت بتوع الانفلاميشن او المحورين اللي قائم عليهم الانفلاميشن بيحصلوا عن طريق الايكوزانايتس. الفلويد بارت اللي هيجمع فلويد في السايت اوف انفلاميشن هو البروستاجلاندنز، واللي هيجمع الخلايا في السايت بتاع الانفلاميشن بيبقى الليكوترينز. ازاي؟ اللي هيخلي الفلويد يحصل زي ما قلنا ده فلتريشن بروسيس يعني انكريز البرميابيلتي اوف ذا كابيلاريز، اللي هيزود البرميابيلتي بتاعه الكابيلاريز هيبقى البروستاجلاندنز. يبقى الفلويد بارت بتاع الانفلاميشن اتجمع عن طريق ان البروستاجلاندنز زودت الفاسكولار برميابيلتي فزودت الارتشاح في المنطقه دي فطلعت فلويد زياده، هو ده اللي عمل ايه السوالينج. تمام. يبقى انا الجزء المسؤول عن الفلويد بارت في الانفلاميشن هيبقى البروستاجلاندنز، واتفقنا ان الاكتر في السايتس بتاعه الانفلاميشن هيبقى الكوكس 2. يبقى كوكس 1 ده غالبا بروتكتيف، كوكس 1 بيطلع لي البروستاجلاندنز في معظم التيشوز بتاعتي المسؤوله عن البروتكشن، تعمل لي اللايننج بتاع الجاستريك ميكوزا عشان الميكوزا ما تتاكلش بالاتش سي ال اللي جواها، تعمل لي رينال هوميستيزس، تعمل لي في البليتليت هوميستيزس. يعني هو كوكس 1 مسؤول عن البروستاجلاندنز المسؤول عن الهوميستاتيك بروسيسز اكتر، لكن كوكس 2 مسؤول اكتر عن الانفلاميشن. يعني كوكس 2 هيطلع لي اكتر البروستاجلاندنز المسؤوله عن انكريز الفاسكولار بيرميابيلتي وانكريز ذا فلويد بارت فور انفلاميشن. يعني من الاخر لو انا عندي انفلاميشن هبقى انا مش عايز كوكس 2 يشتغل، بس انا عايز كوكس 1 يشتغل زي ما هو لان انا مش عايز اثر على بقيه الفانكشنز بتاع الجسم. معظم الامراض بيبقى فيها هايبر انفلاميشن، يعني انا الانفلاميشن ده نورمال هوميستاتيك ميكانيزم، اللي هو انا في جسمي لما بتعرض لفورن اوبجكت او بتعرض لحاجه باثوجين او بتعرض لحاجه غلط ممكن تضر جسمي، المفروض ان الاميون ريسبونس بتاعتي بتعمل انفلاميشن على طول. فالمفروض الانفلاميشن ده حاجه كويسه، بس الهايبر انفلاميشن ده حاجه مش كويسه وطبعا هتعمل بين وهتعمل سويلنج وهتعمل حاجات الواحد بيبقى متضايق منها. ففي امراض كتير بنبقى احنا عايزين نقلل الانفلاميشن ده، زي مثلا في حالات الروماتويد ارثرايتس ده بيبقى فيها هايبر انفلاميشن في الجوينت. فيها طبعا حاجات كتير جدا بيبقى فيها انفلاميشن. تمام. يبقى انا ببقى عايز اقلل الانفلاميشن زي ما احنا قلنا انا عندي تو بورتس للانفلاميشن، تو سايز الانفلاميشن، ممكن اقلل الفلويد بورت وممكن اقلل السيلولار بورت. منطق كده مش حلو ان انا العب في السيلولار بورت، لان لو لعبت في السيلولار بورت معناه ان انا بقلل الاميونيتي كلها، لكن لما هقلل الفلويد بورت هقلل السويلنج، هقلل البين، هقلل الحاجات اللي هي مش ظريفه اللي بتحصل مع الانفلاميشن. فانا ببقى عايز اقلل الانفلاميشن، من احسن الحاجات ان انا اوقف تصنيع البروستاجلاندنز. في عندي بقى انواع ادويه، في ادويه نون سبيسيفيك بتضرب الكوكس سواء كان كوكس 1 او كوكس 2 فبنسميها نون سبيسيفيك كوكس انهبيتورز، ودي معظم المسكنات اللي موجوده في السوق اللي هي بنسميها نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. لو انا عايز اقلل الانفلاميشن، لو انا عايز اقلل زي ما قلنا اسهل ان انا اتحكم في الفلويد بارت اوف انفلاميشن، يبقى انا عايز اقلل تصنيع البروستاجلاندين. الانزيم المسؤول عن تصنيع البروستاجلاندين زي ما اتفقنا هو الكوكس انزيم. تمام. عندي نوعين من الادويه بيضربوا الكوكس، في واحد نون سبيسيفيك هيضرب لك سواء كان كوكس 1 او كوكس 2، يعني ايه هيضربه؟ يعني هيوقفه، هي انهبت كوكس. يا
يا اما سبيسيفيك كوكس 2. سبيسيفيك كوكس 2 ده حلو بقى، سبيسيفيك كوكس 2 ده هيضرب الانزايم ده في الحتت المسؤوله عن الانفلاميشن، وهيسيب الحتت بقى الكويسه بتاع كوكس 1، يعني هيسيب كوكس 1 شغال في الجاستريك ميوكوزا، هيسيب كوكس 1 شغال في الرينال هوميستيزس، هيسيب الهوميستاتيك ميكانيزم كويسه، وهيضرب كوكس 2 اللي هو مينلي البيبرز بتقول ان كوكس 2 هو الاكثر مسؤول عن الانفلاميشن وايفن في الكانسر سيل ترانسفورميشن. فاحنا لما عايزين ندي انتي انفلاماتوريز او انالجيسكس يستحسن ان انا اضرب كوكس 2 مش كوكس 1 وكوكس 2. النون سبيسيفيك هنبدا بيه الاول. نون سبيسيفيك بنسميها نون سترويدال انتي انفلاماتوري دروجز. هقول ليه سميناها نون سترويدال دلوقتي، بس هي انتي انفلاماتوري عشان بتمنع الانفلاميشن، فاسمها نون سترويدال يعني هي مش ستيرويدز. انتي انفلاماتوري دروجز يعني هي ادويه ضد الانفلاميشن. هتمنع الانفلاميشن ازاي؟ عن طريق ان هي بتعمل نون سبيسيفيك انهبيشن اوف كوكس انزايم، يعني بتضرب الكوكس انزايم، بتعمل انهبيشن للكوكس انزايم سواء كان كوكس 1 او كوكس 2، فبتمنع تكوين البروستاجلاندينز. واتفقنا ان البروستاجلاندينز بتزود البريميابيلتي اوف ذا كابيلاريز، فبتزود الفلويد، فبتزود الانفلاميشن. تمام. لكن انا عندي ادويه بتبقى سبيسيفيك كوكس 2 انهبيتورز، والكوكس 2 انهبيتورز اشهرهم السيليكوكسيب. السيليكوكسيب هو سبيسيفيك كوكس 2 انهبيتور، زي ما اتفقنا ده هيمنع بقى الكوكس انزيم السايكرو اوكسجينيز المسؤول عن الانفلاميشن، بس ملوش دعوه بكوكس 1 اللي هو ليه بروتكتيف ميكانيزمز، ده مش هاجي جنبه. تمام حلو. فرضنا ان انا عايز امنع الانفلاميشن على مستوى اوسع، احنا اتفقنا ان الانفلاميشن ليه فلويد بارت وسيلولار بارت. لو حضرتك منعت الكوكس انزيم، عملت انهبيشن للكوكس انزيم سواء كان نون سبيسيفيكالي او سبيسيفيكالي، حضرتك كده قفلت الفلويد بارت، بس السيلولار بارت لسه شغال، لسه في سيلز. لو الانفلاميشن سيفير قوي وانا محتاج اقفل الاثنين، فانا محتاج اقفل الكلوكس والكوكس، مش عايزه. بس اسهل من كده، ما تجيبليش ارشدول. انت لو ما عندكش ارشيدولك ولا كوكس هيشتغل ولا لوكس هيشتغل. انا عندي انتي كوكس انزيمز بس ما عنديش انتي لوكس انزيمز، فمش هعرف اقفل اللوكس. يعني الاسهل من كده ان انا ما اكونش عندي ارشيدولك، فانا سهل ان انا اوقف الاكل اللي فيه ارشيدولك، هشوف الاكل اللي فيه ارشيدولك وهقول العيان ما ياكلوش. في نفس الوقت انا ممكن كمان امنع الفوسفولايبيز A2. يبقى احنا اتفقنا لو انا عايز اعمل انهبيشن للانفلاميشن، عندي الاول ان انا اعمل انهبيشن للكوكس انزيم عن طريق نون سترويدال انتي انفلاماتوري دروجز، ده هيعمل نون سبيسيفيك انهبيشن للكوكس، او اعمل سيلكتيف كوكس 2 انهبيشن عن طريق السيليكوكسيب انزيم، وده احسن عشان ده هيقفل الكوكس الوحش لكن هيسيب لي الكوكس البروتكتيف، او ان انا عايز اقفل بقى الفلويد بارت والسيلولار بارت. اتفقنا الفلويد بارت المسؤول عنه هو البروستاجلاندينز اللي انا بقفلها بالانتي كوكس، لكن المسؤول عن السيلولار بارت هو الليكوتروينز، وانا ما عنديش انتي لوكس. هيبقى الحل ان انا ما يكونش عندي ارشيدونيك، انا ممكن امنع الدايت اللي فيه ارشيدونيك، بس في نفس الوقت محتاج اقفل ان انا ممكن اجيبه من بوزيشن 2 في الفوسفوليبيد اللي هو عن طريق الفوسفولايبيز اي 2. يبقى انا محتاج حاجه تقفل الفوسفولايبيز اي 2. اشهر حاجه بتقفل الفوسفولايبيز اي 2 هي الكورتيكوستيرويدز، عشان كده بسمي دي نون سترويدال، لان الاساس في الانتي انفلاميشن هو الكورتيكوستيرويدز اللي هتقفل الستيرويدز اللي هتقفل فوسفولايبيز اي 2. الحاجه الثانيه بقى اللي هي مش ستيرويدز، اللي هي نون سترويدال انتي انفلاماتوري دروجز، اللي هتقفل نص الانفلاميشن، بس هتقفل الفلويد بارت اوف انفلاميشن عن طريق انها هتقفل البروستاجلاندينز. تمام كده. يبقى احنا اتكلمنا عن التصنيع والمنع بتاع البروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز زي ما اتفقنا انواع كتيره قوي، كلهم ليهم فانكشنز كتير جدا. بس تعالوا نقول الاول ان انا قلت ان انا بجيب البروستاجلاندين H2، بعد كده الاذر بروستاجلاندينز دي ممكن اتكلم عن البروستاجلاندين I2. والبروستاجلاندين I2 ده ليه اسم تاني اسمه بروستاسايكلين، اسمه بروستاجلاندين I2 او بروستاسايكلين. وبرده عندي البروستاجلاندين F2 الفا مثلا. ايه دول؟ انا عايزه اقول الاثنين دول الاول، الثرومبوكسين E2 والبروستاجلاندين I2. البروستاجلاندين I2 ده بيتفرز منين؟ بيتفرز من الفاسكولار اندوثيليوم لاين، بيتفرز من الاندوثيليوم لايننج اوف بلاد فيسل. مسؤول عن ايه؟ انه يعمل فازو ديلاتيشن وبيقلل البليتلت اجريجيشن. يبقى البروستاجلاندين اي 2 او اسمه الثاني بروستاسايكلين، ده بيتفرز من الفاسكولار اندوثيليوم لايننج، بيتفرز من الاندوثيليوم لايننج اوف بلاد فيسل، بيعمل ايه؟ بيعمل فازو ديلاتيشن وبيقلل البليتلت اجريجيشن. في حين الثرومبوكسين اي 2 اتفقنا ان الثرومبوكسينز اسمها كده عشان بتتفرز من البليتلتس، بتعمل ايه؟ بتعمل فازو كونستراكشن وبتزود البليتلت اجريجيشن. يعني ايه؟ يعني الاثنين دول عكس بعض. ده بيتفرز من البليتلتس وبيزود البليتلت اجريجيشن وبيعمل فازو كونستراكشن، وده بيتفرز من الاندوثيليوم لايننج اوف بلاد فيسل وبيعمل فازو دايليتيشن وبيقلل البليتلت اجريجيشن. الاثنين دول عكس بعض.
الاثنين دول ما ينفعش يشتغلوا مع بعض، في بالانس بينهم. يعني انا لما اكون محتاج اعمل ثرومبوزس واعمل فازو كونستريكشن اشتغل الثرومبوكس ايتو، محتاج اعمل فازو ديليتيشن واقلل الثرومبوس فورميشن اشتغل البروستا سايكلينز او البروستا جلاندين ايتو. مش هي دي بس وظيفه البروستانويدز، في بروستا جلاندين ثانيه زي مثلا بروستا جلاندين اف 2 الفا، ده بيعمل بتراي كونتراكشنز، ده بيعمل اندكشن للليبر. فانا عندي في من البروستا جلاندينز انواع بتعمل سموث ماسل كونتراكشن، في انواع ثانيه بتعمل سموث ماسل ريلاكسيشن، في انواع بتعمل زي ما شفنا فازو كونستراكشن وفازو ريتيشن، في انواع بتزود البليتلت اجريجيشن، في انواع بتقلل البليتلت اجريجيشن اكوردنج تو ذا تايب. ده بالنسبه للبروستا جلاندينز، واتفقنا ايه اللي بيمنعها واوقفها ازاي واوقف الانفلاميشن كله على وايد ليفل ازاي. الليكوتراينز زي ما اتفقنا هي مسؤوله عن السيلولار بارت اوف انفلاميشن عن طريق حاجه ظريفه بيسموها كيمو تاكسس. وانا بحب اقول الحكايه دي ايه، ان الليكوتراينز بتعامل الخلايا بتاعت الاميون سيلز معامله الكلب. يعني ايه؟ يعني الكلب لو شاف عظمه هيجري عليها، صح؟ تمام. انا هرمي له العظمه دي عند الحته اللي انا عايز الخلايا تتجمع فيها، هي الانفلاماتوري سايت. فانا هرمي له الحاجه اللي هو بيحبها، ده بنسميها كيميكال اتراكشن، ده هو الكيمو تاكسس. الاميون سيلز دي او الناتشرال كيلر سيلز دي او الفاجوسيتيك سيلز دي بتحب الكيميكال سبستانس الفلانيه. خلاص انا هخلي الكيميكال سبستانس الفلانيه دي موجوده بكثره في الحته بتاعت الانفلاميشن، فهتجيلي الاميون سيلز هنا. ده اسمه كيمو تاكسس او كيميكال اتراكشن، ودي الطريقه اللي الليكوتروينز بتجمع فيها الاميون سيلز في السايت بتاع الانفلاميشن. تمام، يبقى دي وظيفه من وظائف الليكوتروينز اللي هي الكيمو تاكسس او الكيميكال اتراكشن. لكن ليها وظيفه ثانيه زي مثلا الليكوتروين سي 4 ودي 4 واي 4، التلاتة دول بسميهم slow reacting substance of anaphylaxis SRSA، slow reacting substance of anaphylaxis. واضح من اسمه ده slow reacting، يعني بيشتغل ببطء. substance of anaphylaxis هي مسؤولة عن anaphylaxis reaction اللي هي major allergic reaction. علشان كده لما بيكون حد عنده أزمة أو عنده هايبر ألرجي أو عنده أي نوع من أنواع الحساسية المفرطة، هيبقى أنا المفروض عايز أتعامل مع الليكوتراينز، مش عايز أتعامل مع، مش دعوة بالبروستاجلاندينز هنا في الموضوع. أنا مشكلتي هنا في الإيه؟ في الليكوتراينز، مش مشكلتي في الإنفلاميشن، أنا مشكلتي إن أنا عندي هايبر ألرجي، واتفقنا إن أنا عندي السلو رياكتنج سبسس في أنافلاكسس دي ثلاثة ليكوتراينز. زي ما اتفقنا إن أنا ما عنديش أنتي لوكس، ما عنديش إنزايم وقف اللوكس إنزايم بس. طب أعمل إيه؟ في حاجة اسمها ليكوتراين أنتاجونست. دي بقى هتسيبوا الليكوتراين يتصنع بس هتروح تقفل الريسبتورز بتاعتها، هتروح تعمل ريسبتور موديوليشن. دي بنسميها ليكوتراين ريسبتور انتاجونست، زي الزفير لوكاست والمونتي لوكاست والحاجات دي. تمام، يبقى الانواع الادويه اللي بتتعمل بالايكوزونولز زي ما اتفقنا بقى، الايكوزونولز شكلها مهم قوي، بتتحكم في حاجات كتير قوي. في ادويه كتير ممكن استخدمها تتحكم في الاكشن عن طريق انها بتمنع او بتموديوليت الاكشن في واحده من الايكوزونولز. الايكوزونولز هي ديريفيتيفز من 20 كاربون اراشيدونيك اسيد. الارشيدونيك اسيد انا ممكن اجيبه من الدايت سواء كان دايركتلي او اندايركتلي، لو انا واكل بولي انساتوريتد فاتي اسيد بعد كده اعمل له انساتوريشن اند الونجيشن، ممكن اجيبه من بوزيشن 2 في الفوسفولابيدز عن طريق الفوسفولايبيز اي 2. الارشيدونيك اسيد بالليكوتراين باللايكو اكسجينيز احوله الى ليكوتراين، بالكوكس اللي هو سايكل اكسجين سواء كان 1 الحلو اللي موجود بروتكتيف في جسمي كله او 2 الوحش المسؤول عن الانفلاميشن، بيديني الاول بروستاجلاندين اتش 2 اللي بيتحول للاذر تايبس اوف بروستاجلاندين وثرومبوكسان اي 2. اتفقنا ايه الادويه اللي بتعمل موديوليشن سواء كان الكوكس الانتي كوكس او الانتي فوسفولايبيز اي 2 اللي هم الكورتيكوستيرويدز او الليكوتراين ريسبتور انتاجونست اللي هي بتتحكم في موضوع الالرجي، وعرفنا الفانكشنز بتاعت كل واحده فيهم. ده بالنسبه للايكوزونايتس. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.